خلونا نفوت على الباك ستيج نشوف شو عم يعملوا. استاذ معطى سام عمر معروف، كيفك؟ تمام، انت كيفك؟ انا للكل بقول لهم خيي 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 خيي. إلي الشرف. كنت كذب على الكل. انت خيي الاصل حبيب قلبي. بتعرف ليه؟ إلي الشرف فيك. يخلق من الشبح 40. اخوك بيشبهني؟ لا، يخلق من الشبح 40. اول شيء ليك الشعر نفس الشعرات صح؟ صح، نفس الشعر صح. ليك المنخار اوكي 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 صح. ليك الدقن عرفت؟ فعلا ما كنت. ايه، وشوف ال شوف ال الكرش. بتعرف شغله عن جد؟ انا تعبت فرجيني. انت ما نام سكس باكس يا زلمه. هدول مش عيوني. انا عيوني كمان خضر لانه كل العالم بيضيعوا. معتصم معتصم ذكرتني برفيق لإلي عمر. اذا هلا بيكون عم يحضرنا بيكون بيعرف. كنا قاعدين انا وياه، فهو تماما ما بيشبه. اوكي. فقال لي بتعرف انه انا لما كنت صغير كنت اشقر وعيوني خضر، بس لما بلشت اكبر. هو عم يحكي عن جد، لما بلش يكبر صار اسمر وشعره اسود وعيونه لونه عسلي وكذا. بس حطيت هلا لانسز لانه بدي بس يفرقوا. هل اذا بدك عم تتعذب هالقاسم هالقاسم يعني احنا كل شيء فيه مشترك ونحن من هيك طلعت جاري. رب رح يكون جزء هيك حلو. القصه هيك صارت اوسع واكبر واحلى. فاتت شخصيات جديده على العمل، اكيد رح يكون لها الطابع الخاص اللي فيها ورونقها الخاص. خيي خيي ثانك يو ثانك يو معتصم. مش معقول شو محاسبة فاليري؟ كتير حلو، ديفرنت عن ما في جزء أول، يعني في كتير أشياء غير، يعني كل حتى الكاب برودكشن غير، فهيدا أكيد مبين على المسلسل. فكرك حرقتي مني؟ ما كلتيها. ساوندا بس إنه بدنا نشوف مفاجأة. ياكل وحده شو بصير فيه؟ يا بيير حاول يهرب من مشاكل كمان، رجع وقع بالمشاكل. يا دلو وزيته كمان كان بضل يهتم، عم بيضل يهتم بالعيلة يعني. يعني منيح؟ لا لا طبعا منيح. لا اكيد ما انك شرير. لا لا بس نعم انت مباشرة على الزواج. انا مباشرة عم بقطع الخط. يلا دقيقة. بعدني عمته صباح ما تغيرت. عمته صباح نفسها شوي تغير شكلها، بس هلا صارت اكثر الحايطة الكل. سوري جوني عمي لا قطك، ما لك نصيب معي. اسمك بالمسلسل هو عصام، هل ثاقبت انه اسمك عصام؟ انت بدك ثاقبت؟ او انت اقترحت يكون اسمك عصام؟ هو الاقتراح كان مشترك بين الكاتبة كلوديا برشانيا وأنا عدني. شو بتقدر عصام اليوم؟ وينك يا زلمة؟ حبيبي لازم عصام آخر شخصية كاتب بيجي على الضيعة لأكتب بأجواء رايقة وتعرف على قصص الناس. يعني فيه سسبنس، فيه قصص أسرار جديدة، يعني حلو حلو، فيه بحمس يعني. دوري رح يبلش very positive great energy. بتكون هي بنت سوبر عفوية ودايما مبسوطة، بس بنص المسلسل بتكتشفوا شيء كتير حزين عنه. اوبس ليه؟ حي جو انا بتنقذ انت؟ ليه؟ 16 سنة كونفو. شو دوري؟ مثل العادة شرير ومنيح وقلبه طيب، بس لا قلبه مش طيب. نهار هيك نهار هيك بيقتلوا بيرجع بخون بيرجع بيضرب بيرجع بهد. دايما اكشن. ناتاشا ما فيني خبر كتير، بس حلو كتير ان شاء الله تحبوه. هاي ليلو استني ما اسألك جوني بوجور. تفاحة السنة دورة أكبر ودورة أهم، وفي مفاجأة كتير بشخصيتها والناس رح يكونوا ناطرين أكيد. أستاذ حسن شو دورك بالإعلان؟ أست كتير دوري. بعدني أنا رئيس البلدية سجعان، خط مختلف عن الجزء الأول. تنقذي أو لا؟ ليه حلو أنت؟ دوري بجي انا باخد القهوه اللي صار فيها الجريمه، باخذها بجي انا وبنتي من العماده بتبلش بقى المصايب بتبلش صايب. انا دوري دور وليد، شاب جاي من امريكا بيكون مغروم بسلمى. ما بدنا نعطي كثير تفاصيل.